ودلوقتي جه معكم وكل الناس مع عمرو الليثي على راديو مصر 88.7 FM. مساء الخير يا كل الناس في مصر المحروسة، معاكم عمرو الليثي على راديو مصر في برنامج كل الناس النهاردة وكل يوم خميس من 1 لحد 3 الظهر لكل الناس في مصر، الموظفين والفلاحين، الصنايعية والعمال والمدرسين، الدكاترة والمهندسين، ركاب وسواقين التاكسي الأبيض والتاكسي الأسود والتوك توك والميني باص والأتوبيس والملاكي، فقراء ومستورين ونفسهم في الستر، الناس المحتارة المحشورة في المواصلات والأسواق والشوارع مستنين الفرج ونفسهم في بل طريق بكلمة صادقة، الناس الشغيلة الصبرة اللي عندهم أمل في بكرة، الناس اللي بيشتغلوا ونفسهم يلاقوا عائد شغلهم وحياتهم تمشي والبلد كمان تمشي، بس تمشي بقى لقدام مش لورا، الناس اللي بتحلم بسقف وهدمة ولقمة ودخل معقول وأسعار مناسبة، ناس تعبت من الكد والأقنعة، الناس اللي نفسها في القانون يطبق على الكل، ناس تايهين نفسهم في مسؤولين يحسوا بيهم وحكومة تحن عليهم وقانون يحكم بجد وبحسم وما يفرقش بين وزير وغفير، الناس اللي نفسهم الحياة تستقر ويلاقوا بلدهم على الطريق الصح، راضيين بالهم والهم مش راضي بيهم، رافضين للفوضى والإهمال والظلم، عاوزين حياة محترمة، عايزين علاج وعايزين تعليم وشغل لولادهم، الناس اللي نفسهم يلاقوا إجابات لأسئلتهم البسيطة، إمتى يبطلوا يشدوا الحزام ويعيشوا زي بقية خلق الله بحرية وأمان، الناس اللي في الفرح منسيين وفي الحزن دايما مدعيين، ناس نفسهم يطلعوا من عنق الزجاجة اللي خنقهم ونار الأسعار نفسهم حد ينزلها، حد يكلمهم من غير ما يشتكوا، حد يسمعهم من غير ما يصرخوا، الناس اللي بتصبر على حكومات السوء والعجز وبتدي فرص قبل ما تنفجر، ناس عندها استعداد تصبر وتدي فرصة بس تلاقي شغل، مش بس تصريحات ولكن أفعال مفيش. يا كل الناس احنا منكم وليكم، من أسبوع لأسبوع بنجلكم نسمعكم ونسمع منكم ونفضفض معاكم وتفضفضوا معانا، مش جايين والله نزود همكم، نفسنا نرجع نضحك ونبتسم زي زمان ونساع بعض، عارفين ان المشاكل ما بتخلص ومش جايين نعكنن عليكم، لكن خلينا نسمع لبعض وندور على طاقة نور في ان بكرة يكون احسن، كل الناس لازم تتكلم ودور الدولة والحكومة انها تسمع وتنفذ، كل اسبوع هنسمع منكم ومن الناس اللي نفسها البلد تمشي والمرور كمان يمشي والاسعار بقى تتظبط وقانون يتطبق عليهم وعلى غيرهم، ناس نفسها تلاقي مستشفيات تعالجهم مش تموتهم، وظائف من غير كوسة ومحسوبية وواسطة، نفسهم يعيشوا يوم بيوم من غير قلق وحيرة. يا كل الناس تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة من كل الناس ومعاكم عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس ومعاكم عمرو الليثي. تعالوا بقى نشوف الناس الأسبوع ده مشغولين بإيه، زعلانين من إيه، عايزين يقولوا إيه، تعالوا نسمع الناس هتقول إيه. إحنا بنشتكي من الزحمة المرورية والإشارات بتاعت روكسي أو المكرم بيبقى واقف، ونفسنا إن الأماكن دي يبقى فيها الزحمة، يعني أنا باخد مثلا مشواري من زهرانية نصر لحد الأمرية 2:30، المفروض مثلا المشوار ده 1:30 ساعة يكون واحد في البيت، فبقعد في الأوتوبيس 2:30 يعتبر سفر، بس فنفسنا المشكلة دي تتحل، أو المسؤولين إن هم ياخدوا بالهم الإشارات المرورية بالذات، يعملوا لوحات إلكترونية سليمة ويكون الناس واقفة عليها عشان الناس تتابعها. بس
بشتكي من البطاله، او حتى الواحد لو لاقي عمل خاص بيبقى صاحب العمل بيتحكم فيه بطريقه مش كويسه. يعني مثلا انا شغال مثلا دلوقتي سوبر ماركت ديليفري مثلا، فتلاقي صاحب العمل عجبك مش عجبك يمشي، مفيش تامين، مفيش اي مكان حتى لو هو مشتاك تروح فيه، او لو رحت في مكان تاني تلاقي نفس الشخص نفسه قاعد على المكتب. نعم. مش هم انت مرتاح او مش مرتاح، تمشي ماشي ما تمشيش ماشي، اهم حاجه عنده شغله بس. هذه يعني مشكله بصرف النظر عن اي مشاكل تانيه كتير احنا عايشين فيها. بقالنا فوق السنه واكتر الزباله في الشوارع حوالينا مش بتتشال ولا في اي حد بيشتغل. انا مش عارفه هما المحليات قاعدين في المكاتب بيعملوا ايه، يعني كل يوم بنصحى عايزين نشوف حد بيشتغل يشيل حاجه في الشارع. لا، الزباله بتقعد لما تبقى هرميه وما اعرفش ما فيش شغل خالص في المحليات، عشوائيه المحليات في مدينه نصر طبعا انا بتكلم، بس ده اكتر حاجه مضايقاني في الشكوى الموجوده عندي اللي هي الطريق بتاع شيراتون الجديد. هو معمول زي الفل الله ينور طبعا، بس المشكله الحقيقيه انا راجل معايا عربيه تمام، بس يبقى ماشي يلاقي الناس واقفه على جنب ساعه او ساعتين او اكتر عشان يعدي الشارع. فعايزين اتنين على الاقل كوبري مشاه عشان خاطر الناس اللي بتعدي او جايه من اشغالها او غيره، يعني لو في اطفال او سيدات او غيره تبقى مأساة بالنسبه لهم تعديل الطريق. يعني المشكله الثانيه الغاز الطبيعي في مدينه زي مدينه العبور، انا ساكن هناك بقالي دلوقتي داخل على رابع سنه، فبرضو عايزين نسرق الموضوع دوت لان في مأساة بموضوع الانابيب ومنطقه زي العبور او الشروق او اي منطقه جديده. يعني في عندنا مشكله كبيره، بنتكلم مثلا بالنسبه للارامل اللي هم بياخدوا المعاشات، اما بيروحوا يسووا المعاشات بتاعتهم الست من دول، ست طبعا كبيره او تعبانه او مريضه او اي حاجه، فالنهارده الست دي لما بتاخد بعضها وبتروح على الهيئه بتاعت المعاشات عشان خاطر تسوي المعاش بتاع جوزها، فبيحصل ان موظف المعاشات بيطلب منها اوراق كتير جدا. ليه الاوراق دي ما تختصرش مثلا في حاجات معينه صغيره؟ وحتى ولنفرض ان هو طلب منها الاوراق وهي هتوفي الطلب بتاعه، ليه ما يقولهاش الطلبات بتاعته كلها مره واحده؟ ولسه معاكم مع عمرو الليفي. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس، ومعكم عمرو الليسي. الناس اتكلموا وكلامهم ومطالبهم بسيطة وممكنة، بس محتاجة بقى اللي يسمع واللي ينفذ، واحنا كمان هنقول اللي الناس ما قالتوش. أصحاب المعاشات بيطالبون بحد أدنى ينقذهم من الفقر، والناس بتقول إذا ما أنصفناش أصحاب المعاشات مفيش أمل. تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير مراكز شباب بالمحافظات، والناس بتقول ماشي بس يا ريت ما يبقاش مجرد كلام والسلام. مدير مرور القاهرة بيقول ضبط 119,800 مخالفة مرورية خلال أسبوعين، والناس بتقول عقاب المخالفين هو الطريق الوحيد لوقف المخالفات. رئيس بنك التنمية بيعلن عن خطة استراتيجية لإعادة هيكلته وجدولة ديون الفلاحين، والناس بتقول بنسمع كلام كتير عن الهيكلة، يا ريت تكون المرة دي حقيقة عشان الفلاحين تعبوا من الديون. ضبط 1104 حالات تهرب ضريبي بقيمة 6.4 مليارات جنيه في شهر، والناس بتقول لسه الهربانين كتير ومن غير مواجهة المتهربين مش ممكن حيكون في إصلاح. استمرار انقطاع الكهرباء رغم وعود وزارة الكهرباء، وعدونا بعدم قطعها أثناء الامتحانات عشان امتحانات الثانوية العامة شغالة، والناس بتقول كان نفسنا الوزارة تلتزم ولو حتى أيام الامتحانات، لكن الوزارة لم تنجح في امتحان الكهرباء. وزارة الإسكان بتعلن عن افتتاح 68 محطة مياه وصرف بتكلفة 4.8 مليار جنيه في 30 يوليو القادم عشان تخدم 13 مليون مواطن في 22 محافظة، والناس بتقول يا ريت الحكومة تصدق المرة دي عشان تعبنا والوعود. وزارة الكهرباء بتؤكد استمرار غرف العمليات في تلقي الشكاوى عن انقطاع الكهرباء، والناس بتقول يا ريت، صحيح بنشتكي وبيسمعوا لكن للأسف ما بيحصلش حاجة. خبراء بيطالبوا بمنع سفر المصريين إلى ليبيا واتخاذ إجراءات لحمايتهم من الخطف والقتل بإيد العصابات، والناس بتقول
لازم نحمي ولادنا وكمان نمنع الهجرة غير الشرعية، وده مش هيتم غير بتوفير وظائف شرعية. نلتقي بعد الفاصل. ولسه معاكم مع عمرو الليفي. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي. وبالنسبة للشباب ومشاكل الشباب وشكاويهم وأحلامهم، اليوم دول ولادنا وإخواتنا في الثانوية العامة في عز الامتحانات، وكل بيت فيه طوارئ، ويا رب إن شاء الله نتمنى أن كل الأولاد والبنات ياخدوا مجاميع كبيرة ويخشوا الجامعة. دي أمنيتي وأمنية كل أب وكل أم. إحنا كلنا بندعي لأولادنا في الثانوية العامة، وكمان بندعي لشبابنا في كل مكان، اللي شغال واللي بيدور على شغل، ويا رب كل ابنائنا واخواتنا ينجحوا وينالوا اللي في بالهم. وشباب الجامعه اللي خلص امتحانات ونفسهم بقى بعد ما عملوا اللي عليهم يلاقوا بقى مستقبل واضح، الشباب اللي بيدرس واللي بيشتغل واللي مستني شغل وبيعاني من البطاله، والمتفائل واللي نفسه يتفائل ومحتاج اللي يسمعه ويفهمه، احنا نفسنا نسمعه ونوصل صوته ونتحاور معاه. يا شبابنا يا اخواتنا يا اولادنا، اتكلموا واحنا معاكم. تعالوا نسمع الشباب عاوزين ايه وهيقولوا ايه. انا بشتكي من اسعار الشقق اللي هي عماله تغلى، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه لنفسنا، وبعدين الايجارات كلها غليت، وانا دلوقتي هدفع ايجار ازاي وانا مرتبي كله ما بيعديش 1000 جنيه، فازاي اللي انا هقدر ان انا اجيب شقه واقدر ان انا اصرف على نفسي واقدر ان انا اصرف على زوجتي والكلام ده؟ هو ده اللي احنا بنشتكي منه. احنا عايزين الناس اللي بتبقى ماسكه البلد تبقى تخاف على الشباب اللي منها، المفروض الشباب دي ليها حق في البلد. انا دلوقتي شاب اقعد 5 سنين 6 سنين بره في الغربه عشان اشتري شقه ب 150,000 90 متر واتجوز فيها وهم ما يردوش وما اعرفش ايه، اتعلم في بلدي واتهان واطلع بره بلدي يحترموني اكتر واشتغل بمرتب احلى؟ ليه؟ ما انا بلدي توفر لي وانا اديها الطاقه بتاعتي، وهي اولى، بلدي هي بلدي اولى، بدل ما اديها للغربه وللناس اللي بره. بس انا بشتكي من موضوع التعليم عشان النظام الغبي اللي فيه، والنظام اللي هو التعليم الادمي والتعليم اللي هو كله بيعتمد على الحفظ مش على الفهم، بالاضافه طبعا للمدارس الحكوميه والخاصه ده ما فيهاش اي تعليم خالص، الموضوع كله بيعتمد على دروس خصوصيه، والمدرسين هم اللي مساعدين في كده. معاكي قلت ان الغلط برضو من الطلبه وكل حاجه، لكن في نفس الوقت برضو هم اللي مشجعين على كده. انا كشاب بقى بشتكي مثلا، انا معلش انا متجوز وعندي عيلين، تمام، بدفع ايجار 400 جنيه، ايجار 400 جنيه، معلش انا اسف، يعني ال 400 جنيه انا قبضي كله مرتبي كله مش هيكمل ال 850 جنيه، 866 جنيه بالظبط، بدفع 400 جنيه ايجار، تمام، واللي انت حضرتك طبعا عارفه البامبرز وعارفه مش عارف ايه وعارفه مش عارف ايه وعارفه كل الكلام ده كله، تمام، يعني ما بيكملش حتى ال 450 جنيه ان انا اقدر اكمل كهرباء ونور لبس هدوم مش عارف ايه الاطفال الكلام ده كله. واملنا في ربنا كبير قوي قوي قوي، تمام، وفي الرئيس اللي لسه جاي ده ان هو ربنا يصلح حاله وحالنا، ويا ريت يطبق الحد الادنى للاجور. بس انا كشاب دلوقتي مشكلتي او اهم مشكلاتي لما بنلاقي شغل، وده نادرا، ما مش بنلاقي نتسبب الا بعد 2-3 سنين تكون رحنا طلعت من الشغل، وفي مشاكل تانية اللي كل واحده فينا عايزه برضو شقه، مش الشباب بس هم او الرجاله بس اللي عايزين شقه، لا برضو هم زي ما هم عايزين يشوفوا مستقبلهم، كل واحده فينا برضو عايزه تشوف مستقبلها، استثمار، مش لازم تتجوز فيها، تتجوز واحد ظروفه ما تساعدش او تساعده في الاول وبعد كده ما تساعدش بعدين، يبقى برضو في حاجه تسندهم. بس ورجعنا لكم تانية كل الناس وبرنامجكم كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي. وقبل ما يسلم الرئيس المنتهي ولايات والسلطة للرئيس المنتخب، أصدر عدد من القوانين المهمة لضبط الشارع المصري ومواجهة العدوان على القانون، منها 6 قرارات انضباطية واقتصادية زي تجديد عقوبة جريمة التحرش، وأيضا فرض غرامات كبيرة من 20,000 ل 100,000 لإلقاء المخلفات في الشارع، وفرض ضريبة 5% على من يزيد دخله على 1,000,000 جنيه، ده غير قرار بقانون يمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر أو الخطابة بدون تخصص، وكمان حق المحكوم عليه بالحبس البسيط قضاء عقوبته خارج السجن، وكمان قوانين البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية. وطبعا احنا أمام وضع سياسي جديد بعد تسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه أول أسبوع،
وإعلانه أنه سوف يسعى لفرض القانون والأمن والسعي لتحقيق أهداف الثورة. وبمناسبة صدور القرارات بالقوانين في غياب مجلس النواب، فهل يمكن بالفعل أن تؤدي هذه القوانين لضبط الشارع المصري؟ والفوضى أو الخروج على القانون ممكن أن ينتهي بالقوانين، ودينا شفنا الكارثة اللي حصلت من قضية التحرش وميدان التحرير. وإزاي يتم تطبيق هذه القرارات المهمة؟ للإجابة على هذه التساؤلات معايا ومعاك في هذا الأسبوع أحد أبرز خبراء القانون، السيد المستشار أنور الرفاعي، القاضي السابق والمحامي والمستشار القانوني، واللي حنناقش معاه قضايا الساعة ووجهة نظر القانون، لكن بعد الفاصل. عقوبة التحرش لازم تزيد، من غير القانون ما ينفعش 6 اشهر والكلام الفاضي ده و3 سنين ويرجع تاني يعملها، لا اللي يعمل ياخد فيها تأبيد عشان ما حدش يرجع يعملها تاني، ده اللي يهمني في القانون ده. بالنسبه للقانون اللي هو بتاع الخطابه بتاع الازهر، انا معاه جدا، يعني مش اي حد يطلع على المنبر ويقول اي كلام، اللي وصلني فيه شباب او ناس بتبقى فتره التعليم بتاعها بيبقى اقل من انها تستوعب الموضوع ده، يعني لازم كل اللي يقف على المنبر يكون واحد متخصص في ده. هو بالنسبه للقرارات اللي اصدرها المستشار عدلي منصور، قرارات محترمه وياريت تتفعل والغرامات تزيد، يعني عشان بالنسبه للتحرش برضو الغرامات تزيد عشان ما يبقاش في تحرش، وبالنسبه للالقاء كمان في الشارع المفروض برضو الغرامات برضو تزيد برضو عشان ما يبقاش في كمان في الشارع، والشوارع تبقى بايظه زمان شايفينها بايظه دلوقتي، يعني قوانين محترمه ولازم يتم تفعيلها عشان ما يبقاش في القاء كمان تاني في الشارع او تحرش او كده زي اللي شفناه وزي اللي بنشوفه. بالنسبة لقانون التحرش، أنا موافقة على إصدار القانون وموافقة على أن هو ينفذ القانون زي ما هو قال، لأن بصراحة الموضوع بتاع التحرش ده زاد عن حده جدا 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 جدا، والناس الشعب بقى يتفرج على التحرش وما بيعملش أي حاجة، ما بينقذوش أي بنت بتتعرض للتحرش بطريقة مستفزة جدا. أنا ينفذ القانون زي ما هو قال، أنا موافقة. القوانين كويسة بس جاية متأخرة شوية يعني، وياريت على أساس المخالفات دي زايدة في أنحاء الجمهورية كلها وعلى الطرق العام وعلى الكورنيش وفي الميادين بتاعت القاهرة، وياريت العقوبة دي تبقى مغلظة على أساس اللي بيلقي المخالفات دي في الشارع بيعرف إن هو بيلقيها، يعني بياخد هو في نص 100 جنيه من الناس وبيروح يرميها في الشارع. القوانين الأخيرة اللي أصدرها المستشار عدلي منصور، القوانين اللي في البلد كتير جدا، أنا بتمنى إن القوانين تفعل وتتحزم بصرامة، لأن إحنا بصراحة عندنا قوانين كتير جدا ولكن في قانون بيصدر. طب ما إحنا عندنا قانون تحرش وعندنا قانون بتاع التظاهر وعندنا قانون إلقاء المخلفات في قلب الشوارع، كل الحاجات دي موجودة، طب مين اللي بيفعل القوانين وما بننفذهاش ليه؟ المفروض ان احنا ننفذ القوانين دي، كل ده انا موافق عليه، وبالعكس ده انا بطلب بزيادة العقوبات كمان أسد. مش انا مش جاي على الشعب، لا ما انا من الشعب ما هتطبق عليه، لكن للأسف انا شايف ان في تسيب واهمال من الشعب، فالمفروض ان احنا نتعامل معاه بصرامة شوية، وده المطلوب. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي، ومشرفنا ومنورنا النهارده احد كبار خبراء القانون في مصر، معالي المستشار انور بيك الرفاعي والمحامي بالنقد الان والمستشار القانوني، اللي حنناقش معاه قضايا الساعه من وجهه نظر القانوني. اهلا معالي المستشار. اهلا بيك يا عمرو، سعداء جدا بهذا اللقاء. اولا عايز اسال سيادتك، يعني كرجل قانون وكقاضي سابق، كيف تنظر الى القرارات والقوانين التي اصدرها الرئيس المنتهي ولايته المستشار عدلي منصور؟ والله احنا كل الامور عموما في مصر او في الناس كلها او في اي حته في العالم يعني بتقع ما بين الرفض والتأييد في كل يعني في كل عالم، حتى لو واحد حتى قال لا اله الا الله في ناس مش مؤمنه بالله. فاحنا للاسف الشديد عندنا في البلد في اكثر من 3 أو 4 قوى متصارعه، كل واحد حيار القرارات على حسب مفهومه وعلى حسب مزاجه الشخصي. عندنا مثلا فئة زي فئة حزب النور، وما تمثل مش جموع السلفيين، طبعا السلفيين حاجة وحزب النور حاجة تانية خالص. يونس مخيون مثلا قال كده في نوع من بنوع من الأدب أنه كان لا يجب على عدلي منصور إصدار القرارات بقوانين قبل نهاية ولايته.
ليه لا ندري. قال اتركها للرئيس المنتخب هو اللي يقول. محمد الجوادي قال ان ده نوع من تقييد الحريات، واحنا كنا منتظرين من عدل منصور قرارات بالعفو عن سجناء الرأي، يقصد الإخوان المسلمين. خلاص، ولكن إذا نظرنا إلى مجموعة الرأيين دول هنلاقيهم بالضبط لا يمثلوا مليون شخص من 94 مليون. 94 مليون بيروا فيها رأيين، رأي يقول أن من حقه إن هو يصدر قرارات طالما أن الرئيس أنه لم تنتهي ولايته بحالف اليمين للرئيس الجديد اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي، ورأي آخر يقول بنوع من الحصافة بقى وبنوع من الفصاحة يقول بأن هذا بأن هذه القوانين قد يعني أماطت اللسان عن أو أزاحت عبئا عن عبد الفتاح السيسي الذي لا يريد أن يتوسع في الحق التشريعي المخول له إلى وجود مجلس الشعب حتى لا يحرج عبد الفتاح السيسي ويبقى فاضل لأشياء أخرى ملحة جدا في البلد مثل الأمن والغذاء و فقالوا هذا كلام جميل، لأن عدل منصور أساسا مستشار عظيم ومستشار محترم جدا، وأنا أعلمك قامة قانونية وقيمة لا أحد ينكرها في مصر. في أكتر من 90 مليون مصري بيقول إن الرجل ده يشكر جدا إن هو شال العبء الكبير عن عبد الفتاح السيسي من إن هو يعقد اجتماعات وزارية واجتماعات لمستشاريه حتى يحل هذه المشاكل البسيطة جدا. في ذات الوقت كل قرارات المستشار عادل منصور قرارات كاشفة لحقيقة وليست منشأة لمركز قانوني جديد، يعني كل قرارات هات لي قرار واحد يزعل إلا أصحاب النفوس الضعيفة، كلها قرارات بقوانين هنناقشها مع سيادتك. بس ما عليك بعد إذنك يعني سؤال كده اللي فرض نفسه عليا دلوقتي يمكن قبل ما نخوض في القوانين. دلوقتي المستشار عادل منصور الرئيس الأسبق السابق للجمهورية أصبح الآن رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، ماذا لو عرض على المحكمة الدستورية أو طعن أمام الدستورية على بعض هذه القوانين بعدم دستوريتها؟ هل يجوز له كرئيس للمحكمة الدستورية أن ينظر هذه لا الدعوة؟ يجوز طبعا، لا يجوز على الإطلاق. والمحكمة الدستورية العليا دائرتها سبعة هم 11 مستشار، بيستبعد المستشار اللي سمت علاقة أو خصومة أو أيا كان له علاقة بالقرار أو بالقانون المستفتى عليه إن كان دستوريا من عدمه. فبيستبعد هذا القاضي تماما سواء على رئاسة الدائرة ولا عن تشكيلها كعضو فيها. وبينظرها بقية الأعضاء. وطبعا احنا شفنا أحكام المحكمة الدستورية العليا كثيرا ما حكمت أحكام كنا متخيلين انها لا يجوز ما ينفعش تطلع من المحكمة الدستورية لان في احد الاشخاص له غاية فيها، لكن الحمد لله والشكر لله المحكمة الدستورية العليا احكام كلها يعني ايديال مودلز، نموذج مثالي في كل الاحكام السابقة. ماشي، فلا يجوز على الاطلاق. يعني هو عليه ان يتنحى عندما تنظر مثل لا هو اصلا لن يتنحى واصلا لن يوضع في التشكيل من اساسه طالما القرارات دي صادرة منه لن يوضع في تشكيل المحكمة. طيب خلينا بقى نروح للقوانين مع المستشار يعني وانت يعني فقيه من كبار قراء القانون في مصر. خلينا نخش على القانون الخاص بالتحرش الجنسي. احنا لسه عندنا منذ اربعة ايام كان عندنا واقعة تحرش جنسي خطيرة جدا تكاد تكون تصل الى الاغتصاب او وصلت الى الاغتصاب في ميدان التحرير. السؤال يعني هل القوانين التي اصدرها الرئيس السابق للجمهورية الخاصة بالتحرش الجنسي يعني كافية فعلا يعني رادعة؟ هاخد منك إجابة بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس، ومعكم عمرو الليثي، ومشرفنا معالي المستشار المحترم أنور الرفاعي المحامي بالنقد والدستورية. كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل على قانون التحرش الجنسي في ظل الواقعة الأخيرة اللي وقعت في ميدان التحرير. القانون اللي أصدره المستشار عدلي منصور كافي رادع؟ يعني هو العقوبة ما بين 6 أشهر و3 سنوات، هل هي فعلا منخفضة؟ هل هي مناسبة؟ اطلاقا والله أنا شايف إن احنا بينطبق علينا قول أحمد مطر زمان كان بيقول أيها الناس قفوا نضحك على هذا المقال، رأسنا ضاع فلم نحزن لكن غرقنا في الجدال عند فقدان النعال. احنا للأسف الشديد يعني احنا بنعالج ماذا؟ بنعالج التحرش الجنسي؟ طب ما نعالج السعار الجنسي أولا الذي يتولد لدى الشباب. يعني في يعني طريقة التنفيذ مش هقول لهم يفتحوا لهم بيوت دعارة في الشوارع على الإطلاق، ولكن يكفوا حاجات الشباب الأساسية. لازم البلد تعالج ده. معلش يعني أنا لما أشوف إن وصل الأمر
اولا لا يعني لا يمكن ونفسنا نفس البشريه جبلت على ان الخطيئه سريه لديها. كون مجموعه من الشباب يجتمعوا جميعا على فتاه واحده وهم كل منهم يرى الاخر, ده معناه ان احنا وصلنا لمرحله الصهر الجنسي في ميدان عام وكاميرات بتصور وفي موجود 80 الف موجودين في ميدان التحرير. كل هذه شواهد ومع ذلك مقدمين على فعلتهم. الجماعه دول يا جماعه لازم نشوف علاج لهذا الامر, مش نقول يلا غلظوا العقوبه. انا مع تغليظ العقوبه, بس انا النهارده علشان احاسب لابد ان اكفي اولا. يعني انا النهارده ما اقدرش احاسب سارق اذا ما كنت انا السبب في اني جوعته او جوعت ابنائه. احاسبه بقى يعني سيدنا عمر بن الخطاب اوقف حد قطع اليد في السرقه حينما في عام المجاعه. فاحنا النهارده لما بنتكلم مش عايزين نقول يلا اخواننا غلظوا العقوبات. لابد يكون في نوع من التوازي في الامور, يعني ان انا اغلظ العقوبه والخط الموازي له انني احاول اكفي حاجات الشباب الاساسيه. من ان انا النهارده اوفر شقق للشباب ده ضروري, خط موازي مش خط حكومي بقى وشغل الموظفين 50,000 وحدة 60,000 وحدة التعاقد على 40,000. كل هذا الكلام كلام نراه ولا زالت أزمة المساكن تملأ البلد. المغالاة في المهور اللي النهاردة أصبحت رغم ضيق ذات اليد لدى جميع الشباب حتى الميسور حال منهم ميسور حال يدب على حد الكفاية, ومع ذلك المغالاة في المهور النهاردة أصبحت عادة اجتماعية سيئة جدا لم يعالجها الإعلام حتى الآن. بيتكلم كلام والله يا معلم مستشار بنتكلم فيها كتير, وكنا لسه عاملين يمكن الأسبوع اللي فات على طول هنا حلقة عن المشاكل ارتفاع سن الزواج وإن الناس لازم يعني والله شوية. نتمنى إن ده يكون خط إعلامي جديد على الأقل في السنتين القادمتين في ظل الظروف البارد اللي بتحاول أن تنهض. فنرجو ان الاعلام يهتم جدا بان يا جماعه ارجوكم تسهلوا. احنا بنشوف في بلاد اخرى كثيره مفيش حاجه اسمها قيمه عيان جهاز, مفيش حاجه اسمها مؤخر مغالى فيه, مفيش حاجه اسمها شبكه مغالى فيها. كل الناس اصبحت تفهم حتى في مجال افريقيا يعلمون ان الشبكه مجرد هديه من العريس للعروسه وان شوف النهايه الا احنا يعني انا متخيل والد العروسه بيقعد يتخانق مع زوج بنته او خطيب بنته على الشبكه اللي هي رايحه بيته في النهايه. هذا امر يعني احنا بصراحه بنسأل منه وبنتعب منه كثيرا. لكن انت راضي عن هذا القانون؟ شايف ان القانون جداً. بالعقوبات اللي فيه كافيه ورادعه ولا محتاجين نخصصها؟ لا هي كافيه ورادعه, ولكن الخط الموازي ان احنا نحاول بقدر الامكان نكفي حاجات الشباب وننفذ هذه الرغبات المكبوته. طيب اذا انتقلنا يعني من فكره الرادع القانوني, وانت ترى ان القانون الذي اصدره المستشار عبد المنصور يعني رادع خلال هذه الفترة, ومع ذلك هل تعتقد يعني سوف نلحظ انخفاض بقى في معدلات قضايا التحرش الجنسي خلال الفترة القادمة بعد صدور هذا القانون؟ والله احنا مش احنا ما نقدرش نحدد ده. الخبراء الفقه الجنائي عادة لما بيشرعوا قانون لابد ان يكون في خبراء نفسيين في متواجدين في اثناء التشريع. طبعا انا شايف ان القانون صدر على عجالة, وان كان حقا يعني القانون صدر في عجالة وان كان صدر في حق, الا ان انا اقول بإن معدل الجريمة غير مرتبط بعلو العقوبة وانخفاضها على الإطلاق. الحالة دي بالذات حالة التحرش الجنسي هو نوع أنا تكلمت عنه في أحد الجرائد, كنت كاتب عنه مقالة من حوالي 6 أشهر. قلت إن احنا بدأنا نلاحظ ما يسمى بالسعار الجنسي. أيوه. في البلد. هل لديك يعني تفسير حضرتك؟ هل لديك مبررات؟ نعم طبعا هو في كبت غير عادي بيعيش الشباب النهاردة. كبت رغم وجود كل المتاحات. انت متخيل معليكم ان الكبت ده النهارده يعني في الزمن الغابر في الزمن الماضي كان الكبت ده ما كانش فيه مغريات حوالين الشباب, لا كان فيه نت ولا كان فيه دش في الاساس ولا كان فيه سواحل بالشكل المفتوح ده ولا كان فيه نوعيه نمط اللبس القائم. وطبعا حتى يعني عابوا عليا في ان انا بقول ان انا احمل البنت جزء من هذا, لا انا لا احمل البنت, في حريه واحنا مجتمع مفتوح نعم, الا ان بالفعل في نوع من الكبت لدى الشباب بالفعل لابد ان احنا نعالجه. لكن معدل الجريمه انا لا اعتقد انه بينخفض بتغليظ العقوبه على الاطلاق, بالعكس. وايه طب ما احنا عندنا جرائم القتل في ال3 سنوات الاخيره وصلت لحوالي 300% يعني 3 اضعاف رغم ان عقوبه القتل عندنا الاعدام. يعني طيب نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا مع معالي المستشار انور الرفاعي وكل الناس. ولسه معاكم ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس, ومشرفنا معالي المستشار
أنور الرفاعي المحامي الكبير للنقد والدستورية العليا. معالي المستشار، يعني الحقيقة كنت عايز أقف عند بقى قانون آخر أصدره المستشار عدلي منصور. نعم. ونشوف برضو يعني هو تجريم إلقاء المخلفات في الشارع، هل تعتقد أن يعني توقيت هذا القانون هل ده يعني برضو بيرفع عند رئيس الجمهورية الجديدة عبء طبعا القانون؟ نعم. وهل يساهم هذا القانون في منع إلقاء المخلفات؟ لا والله، يعني كان نفسي بس المستشار عدلي منصور يصدر قانون أولا ماشي، ومحاسبة الشركات اللي البلد بتدفع لها فلوس حتى الآن، مش البلد، هي البلد دي هي المواطن، المواطن بيدفع على فواتير الكهرباء، ودي شكوى مريرة، يقول لك ده 5 جنيه أو 3 جنيه، أنا لا أعلم كم، 5 3 10 أيا كان يعني، أما بيدفع المواطن البسيط على كل فاتورة كهرباء مبلغ ما، علشان المفروض إن في شركة ما بتيجي تحصل منه المخلفات أو زبالته، ومع ذلك الكلام ده لم يحدث على الإطلاق. أنا كان نفسي المستشار عدلي منصور يصدر قانون أولا يخص محاسبة أو معاقبة هذه الشركات أو معاقبة المحليات أولا، وبعد ما يعاقبهم يصدر قانون بإن طالما إن في شركة بتيجي تاخد منك مخلفاتك من بيتك، لو شفت واحد بيرمي ورقة في الشارع أنا هعدمه، في هذه الحالة الناس هتصفق له. فالقانون أنا أوافق عليه جدا، ولا أحد يقبل إن يلقى مخلفات في شوارعنا، ولكن برضه في النهاية إن القانون يا عمرو بيه فلسفته أصلا ليه فلسفة. القانون عادة هو قانون خادم وليس قانون حاكم، والذي يعتقد بأن القانون يحكم البلد يبقى غلطان، القانون لم يخدم البلد يبقى مش قانون للأسف شديد. القانون ده شرع، هي مجموعة قواعد منظمة، بدليل حول لسيادتك حاجة. نعم. يعني في قوانين موجودة، قوانين للمرور والإشغالات. نعم. ومع ذلك يعني عفوا لا يتم تطبيقها يعني بتهدر. فأنا بقول يا ريت نتبع فلسفة القانون الحقيقية وغايته. غاية القانون هو تنظيم العلاقات بين هذا المجتمع اللي توسع. فأرجو من المستشار عدلي منصور ومن الرئيس السيسي، وأرجو من رئيس مجلس الشعب الجديد إن هو يضع في بؤرة شعوري بأنه حينما يصدر قانون يصدره لخدمة أقل فرد في هذا الشعب، وليس ليحكم به أعلى فرد في هذا الشعب. نتمنى هذا، انه توضع فلسفه القانون يعني في ذهن المصدر. يعني هذا القانون مثلا هقول لسيادتك حاجه، بيفرض غرامات ضخمه وبيعطي الحق للمحليات في التصالح. نعم. مقابل 200 جنيه للمره و5000 جنيه لغيرهم، تعتقد ده ممكن يعني يواجه مشكله القاء المخلفات؟ لا والله، انا احنا شعب اساسا بنفهم الامر على ظاهره، هو هيحد شويه في البدايه. ولكن احنا برضو رغم ان احنا بنفهم الامر على ظاهره، الا ان احنا الشعب اصلا كل واحد فينا يملك بنطة خرق القوانين طول عمرنا. مهما كان القانون محكم بنخترقه، فإحنا بنقول إن القانون ده قانون مؤقت، أنا شايف إنه هو آخر شهر وحنفتقت عليه جميعا وحنلتف حوله جميعا، ولأن الأمر أصلا لم يعالج من جذور. افندم عايز انتقل معاك إلى نقطة أخرى. فضل. يعني برضو يعني قبل، وأنا خليني أسألك السؤال ده الأول وبعدين أكمل. فضل. أنت كمحامي كبير في مصر، إيه القوانين اللي أصدرها المستشار عدلي منصور أنت قد تبادر أو قد يعني يصل إلى ذهنك أن ترفع دعاوى بعدم دستوريتها في آخر أسبوع؟ نعم. القوانين زي نعم. في آخر أسبوعين ثلاثة. نعم والله والله والله، أنا عن نفسي أنا كل يعني إذا ما تبادر لذهني أن أنا أطعم بعدم الدستورية على قانون ما، هيكون هو قانون مباشرة حقوق السياسية فقط لا غير. لأن القانون ده صدر بإرادة مفردة من المستشار عدلي منصور، وده أحد عيوب القانون، دي حاجة رغم أنه هو أستاذنا ومستشار كبير وأستاذ دستوري غير عادي، الا انه صدر بإرادة منفردة. في نفس الوقت احنا اصلا هو اخذ بغوائيته وبالصوت العالي في ان احنا لابد ان احنا نعل يعني نكثر من مساحة القوائم ونقلص من عدد الانتخاب الفردي. وده امر كارثي في مصر. احنا لسه بنقول حالا ان القانون شرع ليخدم هذا المجتمع ليس ليحكم المجتمع، واحنا لا يجوز لنا ان احنا نطبق تجارب الاخرين المختلفين في نمط الحياه وفي طبيعتها وفي سلوكياتها وفي التركيبه الاجتماعيه عنا. احنا قانوننا خاص بنا احنا، بدليل ان احنا ان ممارسه الجنس في السويد طالما انها لم تجرح شعور الاخرين مباحه، لكن احنا مش السويد يا فندم. فانا النهارده لما بقول ان احنا لوعي الانتخابي لهذا المواطن المصري لا يقول على الاطلاق بأن النائب هو نائب تشريعي، إن النائب عندنا نائب خدمي، وده رأي ال 94 مليون، وأنا راجل قانون، يعني أنا راجل قانون وأفهم كويس، إلا أنني إذا كنت أنا يعني إذا كان راجل قانون هو أبو القانون، إلا أنه ابن الواقع وابن البيئة، فإحنا كرجال قانون لا يجب أن ننفصل عن الواقع. بنقول إن إحنا الانتخاب الفردي ده هو النموذج الوحيد الصالح في مصر، لأن إحنا النهارده يا سيادة المستشار عدلي النائب بتاع الناخب لابد ان يعلم نائبه،
لكن ما توسعليش رقعة الدوائر وتعمل لي 4 دوائر على 4 قوائم كل دائرة 3-4 محافظات وأنا لا أعلم من سأنتخب ومن سأضع له صوتي في القائمة وفي النهاية يبقى صوتي راح سدى. فأنا النهاردة بقول لابد أنا لصيق هنتخب الدكتور عمرو الليثي النهاردة يبقى خبط على بابه وقول له اديتك صوتي اين خدمتي. هو ده النظام القائم في مصر. واحنا شعب مش هنقول احنا وليد في الديمقراطيه، لا، امريكا غيرنا. الوعي الانتخابي لدينا غير الوعي الانتخابي في امريكا، هذا امر مختلف تماما. فانا ان كان هناك عدم دستوريه، فانا شايف ان عدم الدستوريه الوحيد في قانون مباشر الحقوق السياسيه في طريقه وضعه ان هو يعني كان المفروض يبقى فيه لجان تختص بهذا وتقسيم الدوائر تقسيم هيكون ظالم الى حد ما على بعض الناس. لان انا النهارده لو الكوته بتاعت المراه ممكن تكون للاسف الشديد، طبعا الكوته بتاعت المراه حاجه يعني مزريه. المراه هي نص المجتمع وشفناها في الانتخابات الاخيره مثلت اكثر من نص الاصوات. انا ارجو ان يعني اللي يكسب لقمه يكسبها بعرقه لا تهدى اليه. النهارده المراه المفروض ان هي طالما كده يعني النهارده المراه قالت نحن معتصمون ومش هننزل انتخابات تاني طالما ان كنتوا ما بتنتخبوناش تاني مره هنجد ناس تنتخب المره في نص البرلمان طبعا. صحيح. نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا مع الفقيه القانوني الكبير المستشار انور الدفاعي مع عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي ومشرفنا المحامي الكبير المستشار انور الرفاعي. وكنا بنتكلم على القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور ومدى دستوريتها من عدمه. عايزين نقف عند حزبه القوانين الخاصه بقى مع المستشار بفرض 5% ضريبه على كل من دخله اكثر من 1,000,000 جنيه. كيف تنظر لهذا القانون وهل هو مفيد في تحقيق العداله وهل هو دستوري ولا مش دستوري؟ الناس سعداء بهذا، بس المفروض المستشار المنصور يشيل كل الضرائب السابقه ويفرض 5% على الراجل بس عشان ما يبقاش في ازدواج ضريبي. يعني انا انت بتفرض النهارده قانون ضريبي دون اللجوء لمصلحه الضرائب تقول له الناس دي عليها ايه، والابو 1,000,000 جنيه ده يملك شركه وعليها ضرائب غير صناعيه وغير تجاريه ولا ضرائب تجاريه وصناعيه ولا ضرائب كسب عمل، مش كده يا فندم؟ الزواج الضريبي ده امر يعني امر شائن. ده جبايه الضرائب ديت شيء من ضمن عوار الدوله وعوار نظام الحكم في كل دول العالم. كان المفروض يراعي هذا. نعم هو اماط اللثام عن ان احنا فعلا عايزين محتاجين يا جماعه الضرائب اللي من دول، وان هو شال عبء كبير عن الرئيس الجديد في ان هو يفرض ضرائب وهو بدا السيسي دخل هو جاي يفرض ضرائب علينا. كل هذه الامور احنا بنشكره عليها جدا، الا ان المفروض كان كل شيء بحيثيات. كان في قانون ده لابد يجتمع بخبراء الضرائب ويعمل نوع من الموائمه ما بين فرض الضريبه الجديده وحتى تتوائم وفرض الضرائب السابقه حتى لا يكون هناك ازدواجا ضريبيا. وطبعا الكلام ده مش هيمشي يعني شول تفتكر مش هيمشي؟ مش هيمشي طبعا، لا يمكن. والا هو المستفيد منه، يعني دافع الضريبه اللي هيدفع 5% على 1,000,000 جنيه ده هو المستفيد هيدفعها. لا لا، ما ده الخمسه دي غير اللي دفعها. لا ما ساعتها فندم ساعتها هيرفع دعوه وهيكسبها. مفيش كلام يعني. يرفعها يا فندم فين بقى؟ نعم يرفعها. احنا مش هنقول للناس فندم، الناس ترفع دعوه الدوله دكتور عمرو لسه يعني. طب خلينا نروح للضريبه العقاريه. يعني قال لك اللي عنده شقه ثمنها فوق ال 1000 و لا فوق ال 23,000 جنيه اظن، والمحل فوق 1,200 ايوه يدفع ضريبه عقاريه. والله يعني هم قصدهم ايه بقى ال 23,000 جنيه؟ اللي هي يعني اوضه يعني ولا اوضه؟ ما هو المحل اوضه والشقه برضه اوضه. هو اصلا للاسف الشديد ان احنا عندنا الاسعار هي اسعار قوانين الاربعينات والستينات للاسف الشديد حتى الان. يعني احنا حتى الان بس ده كلام منطقي لسه يعني. في غرامه يعني الناس الطيبين الغلابه اللي عايشين في اوضه ثمنها 23,000 جنيه. 23 ما فيش اوضه ب 23,000 جنيه في مصر. تاخد ده الاوضه اللي على السطح النهارده ب 60,000 جنيه. طبعا ب 60,000 جنيه هتدفعوا ضريبه عقاريه على الاوضه على السطح للاسف الشديد. ده الاوضه في العشوائيه، انا بعرف في عشوائيات الاوض فيها في السنه 23,000 جنيه. بس برضه هناك قوانين متعارضه، يعني هناك قانون اخر يوقف هذا القانون. احنا بنقول ايه؟ يعني النهارده السكن الاستعمال الشخصي لا ضريبه عليه. ما كانوا عارفينه قبل كده. ولا زال القانون ساريا لم يلغى. على فكره اصلا عشان نطلع قانون جديد نلغى القديم. القانون لا زال ساريا حتى الان. طب احنا هنمشي على انهي واحد بقى؟ على القديم ولا الجديد؟ لا القانون الاصلح القديم مثلا عفى المنزل هناك يا فندم. هناك قاعده قانونيه تقول ان هناك ما يسمى بالقانون الاصلح للمتهم. في كل القواعد انا اختار القانون الاصلح لي. اذا ما ادعيت عليه بقانون جديد انا ادعي بالقانون الاصلح للقانون القديم وهكذا. فاحنا في قوانين في النهايه مجلس الشعب هو يعني معلش هياخد له شهر كامل او شهرين جلسات في هذه الحزمه التشريعيه ليناقشها. يعني ممكن المجلس يجي يلغي القوانين دي؟ طبعا وهذا حقه في هذا حقه طبعا يناقشها ويعدلها. هيلغي كام في المية من القوانين دي؟ هيلغي حوالي 40% من القوانين. 40%. طيب خلينا نروح لقانون كمان خاص بموضوع الخطاب الديني، وقانون بيمنع غير الازهريين
من اعتلاء المنابر ومن الخطابة. وطبعا الإخوة السلفيين غاضبين جدا وقال لك احنا برضو ناس رجال دين ودارسين ازاي نمنع من الخطابة ونحن مؤهلين. والله الحق وجهات نظر يعني انا عادة يعني احنا عندنا في في تاريخنا الإسلامي نقول على سيدنا طارق بن زياد رضي الله عنه نقول رضي الله عنه وأرضاه مش كده وفاته عظيم وكذا. التاريخ الإسباني يقول عنه أنه أحد الرعاة العرب وقاد مجموعة من البربر وغزا بلادنا فغفوا من الروح الوطنية. هم على حق ونحن على حق. أنا أقول بأن الخطاب الديني من البداية هذا ليس علاجه فن. النهاردة الذي يمكن أن نحارب الخطاب الديني هم الأزهريون أنفسهم. ليه بقى؟ لأن القاعدة الآن بص على المعاهد الأزهرية تخرج في النهاية خطيبا دينيا لمصر أو للمصريين وشوف نظام الدراسة فيها. انظر لمن يدخل كلية أصول الدين قسم دعوة من أو شرع قانون بيدخل بمجموع كام في المية في الثانوية الأزهرية بمجموع 50% ليس أكثر ماشي. وبعد ما يسقط 4 سنين وبعد كده يدخل ياخد كلية في 10 سنين وفي الآخر يعين إجباري أنه إمام وخطيب معايا يا فندم. ففي النهاية أنا لا أقول أن هناك من السلفيين لا أقول حزب النور ولا الدعوة السلفية. هناك من السلفيين من هم مشايخنا وأساتذتنا وناس في قمة الاحترام والاعتدال. وهناك من هم غير منتمي لأي تيار ديني زي أبائنا وأعمامنا زمان في البلد الناس اللي تعرف صحيح الدين ووسطيته. وكان في زمان حاجة اسمها إجازة الخطابة يا دكتور عمرو زمان مزبوط. كان يأخذها أي متعلم طالما يمتحن ويخضع الاختبارات ويرى أنه يمتلك ملكة دينية وملكة إلقاء وملكة خطابة ويمتلك حصيلة دينية كبيرة كان يعطوه كان يصعد المنبر وكان رجل وسطي وكان يعلم ويستفتى وهكذا. لكن النهاردة لما نخسر هذا على الأزهريين أصلح الأزهريين أولا وانتقي منهم بعض الخطباء اللجباء المحترمين أولا. هؤلاء هم الذين يصعدون من المنابر أو يختارون من يصعد المنبر أقول هذا. ولكن قصر الخطاب الديني على الأزهريين فقط ده في حجر على إرادة أمة بأكملها. وهناك من خارج الأزهريين ما هو أدين وأوسط وأفقه ويمتلك ملكة من الله سبحانه وتعالى توهب لا تكتسب أكثر كثيرا من أناس كثيرين في الأزهر. نطلع لفاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع المحامي الكبير مستشار أنور الرفاعي عشان خاطر نسأله بقى في قوانين تانية طلعت الفترة اللي فاتت مش عارفين مدى قانونيتها أو دستوريتها. فاصل ونعود. الآن موجز العمر الليفي ورجعنا لكم تاني في برنامج كل الناس يا كل الناس ومعكم عمرو الليسي ومشرفنا معالي المستشار الكبير أنور الرفاعي المحامي بالنقد والدستورية العليا ومستشار القانوني. عايز أسألك بقى معالي المستشار عن القانون اللي بيسمح لمن صدر ضدهم أحكام بسيطة أنهم يأخذوا العقوبة خارج السجن. من يستفيد من هذا القانون؟ فين ده؟ عندنا في مصر ده ينفع؟ مطلع نعم بس بسأل يعني ده عندنا في مصر ينفع فندم؟ ما أنا عشان كده بسأل حضرتك فندم. احنا مش لاقيين أماكن خدمية لأصلح الناس الذين لم يصدر عليهم عقوب. أنا النهاردة عايز أعينه كالناس في شارع ما. أنا عندي ناس النهاردة واخدين مؤهلات متوسطة يتمنوا أنهم يعانوا في منظومة النظافة في أي حي. يتمنوا مش واحد ياخذ عقوبة بالسجن يقول له تعالى معينك تكنس في الشارع الفلاني وتؤدي خدمة عامة. الكلام ده يا اخوانا قلت لكم ان القانون هذا خلق ليخدم المجتمع لا ليحكمه. ارجوكم تجارب الاخرين ليست فرضا علينا. والانماط القانونية في الخارج لا تتناسب اطلاقا مع هذا المجتمع ذي الطبيعة الخاصة. يعني لا يجوز هذا ولن يستفيد منه احد اللهم الا المحاسيب يعني. بس مش هيكون مفيد اجتماعيا اطلاقا يا فندم. فين انا عايز افهم النهارده انسان محكوم عليه في جرح الضرب مثلا ب3 أشهر جرح الضرب وهو انسان محترم وليكن مثلا ممكن ده يعرض ليه اي حد واحد مع جاره واحد مع يحكم عليه شيطان شاطر نعم بيحكم عليه ب3 شهور في جرح الضرب مثلا. ده لما ينزل النهارده يقول له انت النهارده هتنظف الشارع اللي موجود فيه مثلا اللي في مسبيرو مبنى الاذاعه التلفزيون هتاخد مجموعه تنظف من هنا. طب ما انا اولى بيه اذا كان هذا المكان شاغرا وهذا مسجون يؤدي خدمه عامه وهيكلف الدوله برضه نفس التكلفه وهو داخل السجن. طب ما انا اجيب درجه شاغره اقول لوزاره الماليه وزاره الماليه انا عايز 5 كناسين هنا ماشي يبقى كده يبقى خف مشكله بطاله. والا هتلاقي على الاقل فيه في هذه الجرائم البسيطه يا فندم في على الاقل تشكل حوالي 40% من المسجونين في مصر وهذا عدد كبير جدا لا تتخيله حضرتك. لو ان هذا العدد خرج الى الشارع
هيشكل امر غير عادي من يعني الناس مش هتبقى مستريحه، واحنا شعب اصلا لا يامن من صدر حكم قضائي، ولا زوجتي بس هتبقى معديه، ولا انت عارف الراجل كان الناس اللي بيقولوا صباح خير يعني وانت خارجه دي ده مسجون ده بيقضي عقوبه في كذا. لا يمكن، احنا شعب ما تعودناش ذلك. ماشي، فاحنا عندنا الزجر الاجتماعي ده موجود عقوبه موازيه لعقوبه السجن اللي بياخذها المسجون. فاحنا النهارده طب انت هتشيل عنه عقوبه السجن، طب كيف ستميت عنه عقوبه الزجر الاجتماعي؟ هذا امر لا يستقيم. فانا بقول القانون ده مش هستفيد منه كتير، الله ونشوف يمكن يعرفوا هم طبقوه. انا طبعا يعني والله من رايهم محيط، انا ما اعرفش كلام. شايف مجلس الشعب او مجلس النواب اللي جاي شكله ايه؟ هل فعلا هيغيب عنه الوجوه المكروهه؟ لا طبعا اطلاقا، ما فيش حاجه اسمها وجوه مكروهه يعني. مش حاجه اسمها وجوه مكروهه. انا اللي اعرفه كويس قوي ان احنا القاهره دي مجتمع كبير محدش فيه يعرف عائلته اللهم الا ما نظر يعني. لكن احنا في الارياف وفي الاقاليم في واحد ابن دائره، ابن دائره يعني راجل يعني بيؤدي خدمات سواء كان حزب وطني سواء كان اخوان مسلمين سواء كان هو راجل بيسموه كبير في عيلته، كبير في قومه، كبير في بلده، كبير في دائرته. سواء كان سيساوي سواء كان ربعاوي، كل الالفاظ دي تنطبق عليها على الاطلاق. هو راجل خدوم في اي موقع وفي اي مكان وباي مسمى. هذا الرجل الناس بتروح له لحد بتقول له ارجوك ترشح. احنا هنا في القاهره تبص تلاقي يفط متعلقه في مولد النبوي، فلان بيهنئ المسلمين بمولد النبوي، بيهدي المسيحيين بعيد المسيحيين، واحد لا اعرف خلاص ببقى عارف ان المعلق يافطه ده في الشارع ده هيترشح مجلس الشعب الدوره الجايه. هذا اللي اعرفه عنه. لكن انا النهارده لما ابص مثلا على شخص ما وليكن واحد مثلا رفض الترشيح في مجلس الشعب حوالي 5 دورات، ده اعلامه عن حق. واحد اسمه العمده عبد المنعم، عبد المنعم رضوان الفضل. انت متخيل يا دكتور عمرو ان هذا الرجل الناس بتحايل عليه يدخل مجلس الشعب رافض تماما، ومع ذلك بيؤدي خدمات اكتر من رئيس مجلس الشعب. ماشي، هذا الرجل لو انه دخل مجلس الشعب مستقل خلاص هينجح، مفيش كلام. يقول لك ده كان حزب وطني، طبيعه الحال ان هو عمده لازم الممالاه، لابد يتعامل مع مدير، مع رئيس الحزب في دايرته، مع اعضاء الحزب في دايرته، مع مامور المركز في دايرته، مع المحافظ في دايرته، كل هؤلاء حزب وطني. مش كده يا فندم؟ فاحنا سيبكم الكلام ده كله، احنا القاهره دي تشكل القاهره والجيزه والقليوبيه او الجزء الشمالي من الجنوب من القليوبيه بيشكلوا بالظبط حوالي 26% من مجموع مصر، من مجموع دوائر مصر. اما خد بقى ال 75% من بقيه الدوائر، دوائر اهليه الناس فيها بتنتخب بالعصبيه القبليه وبالشكل الاجتماعي المعروف. فاياكم اياكم اياكم ان تقتربوا من هذه التركيبه الاجتماعيه، لان الامر يعني خارج عن نطاق اي محاسبه واي مراقبه. مفيش حاجه اسمها وجوه مكروه، الوجوه الجايه هي الوجوه المحبوبه. خلاص؟ طالما الشعب اختارها يبقى محبوب. مش كلام، مش كلام. معالي المستشار الكبير انور بكر رفاعي، يعني انا شاكر جدا حضور حضرتك ووجودك معانا النهارده، والاستفاده الكبيره اللي استفادها الساده المستمعين من حضور حضرتك معانا، وانت قامه قانونيه كبيره نعتز بيها بجد جدا، ومؤلفاتك القانونيه يعني اللي تدرس ما شاء الله يعني. انا شاكر جدا وجود حضرتك وبشكرك جدا. ونطلع لفاصل وبنرجع بعد نواصل كل الناس يا يعني كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني كل الناس في برنامجكم كل الناس، ولسه معاكم عمرو الليثي رئيس الوزراء. المهندس ابراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومه الجديده بيواصل فتح الملفات الصعبه. صحيح، يا ريت، لان الناس تعبت من المسكنات والمهدئات وعاوزين علاجات يا باشمهندس ابراهيم. وزير الزراعه بيؤكد استمرار إزالة التعديات على الأراضي. طبعا إزالة التعديات أولها تطبيق القانون بلا مجاملات، هذا الكلام بوجهه للحكومة الجديدة. أجهزة الأمن بتعلن عن ضبط آلاف المخالفات المرورية يوميا. المهم هو تفعيل القانون يمنع اتساع المخالفات ويطبق على الجميع، على الضابط وعلى الغفير. سياسيون يطالبون بحركة لتغيير المحافظين الفاشلين. كلام جميل، قلنا قبل كده ان المحافظين على كراسيهم هم أس المشاكل كلها. الجهاز المركزي للمحاسبات يطالب بإصدار قانون لفحص الصناديق الخاصة. فعلا الفساد الخصوصي في الصناديق الخاصة. تقارير بالإسكان بتؤكد أن كثير من المشروعات معطلة بسبب غياب المرافق. صحيح، الغائب حجته معاه، بس يا ترى الحكومة حجتها إيه؟
وزارة التموين أعلنت عن ضبط 62 طن منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالأسواق. يا نهار اسود، كل ده ولسه الغش والغشاشين محاصرنا من كل حتة. ربنا على الغش والغشاشين والظالمين. تقارير تؤكد التعدي على ربع مساحة بحيرة المنزلة والبرولوس، والحكومة بتعلن مواجهة المتعدين. يا عيني، والناس من سنين بتصرخ والحكومة بتوعد، والناس بتصرخ والحكومة بتوعد ومنشوفش تنفيذ. يا ريت ما تبقاش تصريحات في الايه، في الهواء. وزير التموين بيقول انه بيتم اهدار 60% من السلع والحبوب بسبب سوء التخزين. دور الحكومة رئاسة الوزير انها تواجه الاهدار، مش بس تتكلم عنه. هنشوف بقى الحكومة الجديدة هتعمل ايه. تقارير تطالب بتغيير المحافظين الفاشلين. فعلا تغيير المحافظين الفاشلين بداية الطريق للنجاح، زي الثانوية العامة كده. استمرار تسريب امتحانات الثانوية العامة وغش جماعي واعتداءات على المراقبين. إذا الغش بدأ من التعليم قول على التربية يا رحمن يا رحيم. ألتقي بعد الفاصل. ولسه معاكم مع عمرو الليفي. ورجعنا لكم تاني يا كل الناس في برنامجكم كل الناس، ولسه معاكم عمرو الليسي. وصلنا لبريد المستمعين. جات لي رسالة من نبيل مدحت محمود من حدائق المعادي بالقاهرة، بيقول اننا في شارع 9 وعندنا مشكلة اشتكينا منها بقالنا سنين، لكنها تضعفت عند محطة مترو حدائق المعادي. الاشغالات والتكاتك بيسدوا الشارع والعربيات بتفضل ساعات معطلة، لان امبراطورية التوك توك فرض نفسها علينا مش بس للتوصيل، لكن قطع الطريق وفرض السطوة كأنهم ملكوا الشارع. نفسنا بقى المرور ينزل الشارع وينظمه ويرفع الإشغالات من وسط الشارع. رسالتك واضحة تماما يا نبيل، وأنا بضم صوتي لصوتك وبقول يا ريت السيد اللواء المحترم مدير أمن القاهرة يتدخل ويبدأ في إعادة الانضباط والمرور في الشارع ويفرض القانون والنظام. وأخيرا جهاز التنظيم والإدارة بيقول تعديل جداول أجور الموظفين لصرف العلاوة بنسبة 10% في أغسطس المقبل. قبل العلاوة بيرفعوا الأسعار. يا علاوة ما تمت، خدها الطماع وطار. انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم كل الناس. نستنيكم على جروب البرنامج على الفيسبوك، ابعتوا لنا مقترحاتكم وكل اللي انتوا عايزين تقولوه. نشوفكم على خير ان شاء الله الخميس الجاي من 1 لـ 3. مع خالص تحياتي عمرو الليسي، سلام عليكم.